العراق يراعي المعايير الدولية، لأن تعرفين حضرتك أي تقصير من الحكومة العراقية تجاه ما تقوم به الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التي تعنى بحقوق النزلاء وغيرها تعرض البلد إلى عقوبات وتعرضنا إلى مساءلات. أتفق معك في هذا. نحن يعني أشيع بأن هنالك تكلف وجبة النزيل على سبيل المثال 30 أو 40 ألف، هذا وهذا الكلام مو صحيح، يعني تتراوح ما بين 8 إلى 9 آلاف باليوم لثلاث وجبات.